السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. الفراخ الكرانشي خدت وقت على ما قلتها بالفعل، بس عشان عايز اقول لها ليها اربع اسامي. ناس تقول عليها فراخ كريسبي، ناس تقول كرانشي، ناس تقول مقرمشه، ناس تقول محمره. هي ليها اربع خمس اسامي، ولكن هي الموضوع واحد، بيختلف في حاجه واحده، هي نوع البقسماط او نوع الفيجيتار او نوع الكورن فليكس او نوع الذره المحمص او الدورة الكريسبي شوية بنسبة القمح اللي احنا بنشوفها كتير جدا في انواع البقسماط. طيب دي اول حاجة. الحاجة التانية، عندي نوع سلطة حلو جدا هعمله حضراتكم النهاردة بالبطاطس البخارة دي. البطاطس دي مسلوقة الربع سلقة او نص سلقة، بس مستوية طبعا، قطعها صغير جدا ومسلوقة نص سلقة بشكل بسيط. هنعملها بتتبيلة حتى نوليها طعم كويس جدا لأولادنا بيحبوها، واحنا كمان برضو بنحبها. طيب الطبق التالت عندي طاجن هعمله بالفراخ او صدور الفراخ، وممكن اعمله بصدور الديك الرومي. هعمله بالكريمه مع الخضروات كده الملونه، البسله، فلفل الوان، هيكون بشكل بسيط كده، يتعمل مع رز ابيض او مع مكرونه. الموضوع النهارده ثلاث اكلات اسهل من بعض، هنعملهم بالتفاصيل وهنتكلم اكتر ما نشتغل. تعال نطلع فاصل ثم نواصل. مرة تانية مع الأم هنية. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم مع حضراتكم النهاردة على ثلاث أكلات أسهل من بعض إن شاء الله. الفراخ المقرمشة دي بقى قصة طويلة جدا هتكلم عنها. ناس كتير جدا بتعاني من موضوع سلق الفراخ أو تسوية الفراخ اللي بتتحمر بالقرمشة. هو الموضوع ما فيهوش صعوبة، ناس كتير جدا ومطاعم كتير جدا بتعمل النقطة دي، بتبقى كريسبي حلوة قوي من بره، ولكن من جوه مش حلوة. أنتوا فاهمين قصدي إيه؟ دي حاجة. الحاجة التانية، ناس كتير تعملها مستوية من جوه ولكن من بره البقسماط طالع وشكله كده، تحس ان هو ساقط يعني طالع بره الفراخ. طيب ايه المشكلة؟ عندنا مشكلتين هنتكلم عنهم النهاردة. اكتر حاجة على طريقة البانيه او الفراير، اي حاجة ليها علاقة بالقلي او بالتحمير بالبقسماط والبيض واللبن مع الدقيق. تركيبة الدقيق مع البيض واللبن خلينا نتخيلها كده مع بعض، هي يعتبر عجينة. يعني الدقيق مع اللبن مع البيض مع البقسماط لو اتكعبكوا مع بعض هيعملوا معايا عجينه. طب العجينه دي مش مفروض لما بنقلبها كويس قوي بنسيبها تخمر شويه؟ ما فيهاش خميره، ولكن لازم تربط. الربط اللي فيها مش من درجه الحراره اللي احنا عايشين فيها دي، لازم ندخلها شويه تلاجة عشان تمسك شويه، مطرح الضرب من مضرب كتير فبتفك. دي اول تركيبه لوجيك، مش اكتر من كده. الحاجه الثانيه، لما اجي احمر حاجه فعايزه تمسك كويس قوي، فاعمل ايه؟ اجيب طاسه واحط فيها مثلا ربع كوبايه زيت واسيبها خمس دقايق، اول ما احس الزيت بيتحرك قدامي انا جاي تمام احط عندي الاسكالوب بانيه او الفراخ البانيه او الفراخ المقرمشه او اي كان الموضوع. خمس دقايق 10 دقايق يبدا الزيت يسخن ويبدا عندي الفراخ تبدا تتحمر، تيجي تقعد تعمل اصوات كده، تيجي تشيل تلاقي كل حاجه بتنزل من مكانها. الزيت كان بارد، فلما الزيت يكون غويط وسخن اكيد الموضوع بيختلف تماما. تاخد حاجه اسمها الصدمه او الشوك، بتصدم العجينة اللي انت عملتها او الأبراي اللي انت عملته مع كمان الزيت السخن، فيبدأ يعمل بالعربي كده الشمطة. الشمط بنشمط الفراخ اللي بتقلي او بناخد صدمة في الزيت السخن اللي بتحمر فيه في الطاسة او في القلاية. هي دي التركيبة اللي عايز اتكلم عليها في البداية عشان بس نبقى واضحين مع حضراتكم في نقطة الفراخ المقرمشة او البانيه او المحمرة او اي كان الموضوع. حاجة تانية برضو هتكلم عنها قبل ما اشتغل مع حضراتكم في موضوع الفراخ، لان عملناها اكتر من 10 مرات برضو بنقع في نفس الفخ اللي حضراتكم عارفينه. الفراخ الطبيعي بتاعها لما بجيبها بقطعها على 8 قطع. ممكن ماليش علاقة خالص بالفراخ الكاملة، ممكن اعمل الموضوع بفراخ صدور او فراخ اوراق حسب اللي بحبه، ولكن خلينا نتكلم في حاجة برضو لوجيك او يكون مفهوم اكتر. النهاردة فراخ بعضمها، اذا ان تسويتها تختلف تماما عن الفيليه او الحاجه اللي هي من غير عظم. فتركيبه السلق هي لازم نسلق الفراخ نص سلقه، تبقى بالشكل دوت ما فيهاش اي صعوبه خالص. نص سلقه دي بستغل فيها حاجتين. برضو الكلام اللي بقوله ده كله والله كلام عقل شويه، لو دخلنا في النقطه وقعدنا نركز فيها هنلاقي فعلا الكلام مظبوط، مش كلام علاء، ده كلام الاكل الصح. ان الفراخ اكيد فيها عظم، والعظم ده عايز يستوي مش عشان ناكله، عشان يخلي اللي حواليه يستوي. فالنار المغليه دي ليها حاجتين حلوين،
تسلق معايا نص سلقه فبتساعدني في التحمير لما اجي احمر ابقى امان قوي وتمام جوه الفراخ مفيش اي مشاكل. الحاجه الثانيه ان الفراخ لما بتتسلق الطبيعي لازم تتبهر، لو ما اتبهرتش ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ريحتها كده زفره. انا بكلم بكل صراحه عشان برضو يبقى كلام واضح. الزفره دي من ايه؟ ان انا ما سلقتش الفراخ، ان انا ما بهرتش الفراخ. ما اي فراخ او اي طيور لازم تكون تتسلق كويس او لازم تتبهر كويس. طيب انا بعمل ايه بقى؟ بجيب عندي حله فيها ميه سخنه كويسه قوي، ميه زي بتاعه المكرونه او اي حاجه بتتسلق، وابدا احط فيها بصل، فلفل حصى، احط فلفل اسمر يعني، ورق غار، اي حاجه ليها علاقه بالروائح العطريه، فص ثوم ماشي، ورق كرفس ما عنديش مانع، كرات، اي حاجه ليها علاقه شويه بالبوكي جرني او بالخضروات العطريه بحطها. تغلي كويس قوي واجيب عندي الفراخ، بس الاول بغسل الفراخ غسله نظيفه بالليمون وبالخل. والله فكره الدقيق هي موجوده، ولكن دي لما اكون حاسس ان الفراخ زي ما بيقولوا كده يعني ملموسه. ملموسه يعني ايه؟ او فيها ريحه غريبه قعدت بره الثلاجه يوم نص يوم، فبحاول اعالجها وده مش حلو ومش صح. فالاضمن ان انا ابدا اشتغل على طول فيها غسيل نظيف كويس قوي وانضفها، وبعد كده هبدا هشتغل عندي في نقطه السلق. ده رقم واحد. بعد ما اسلق عندي الفراخ نص سلقه بحطها عندي في الثلاجه بعد ما بخار يروح منها، وابدا اشتغل عليها دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا. انا حبيت بس الاول ارغي شويه عشان اوضح النقط اللي فيها عواقب مع حضراتكم. تمام، انا اول حاجه ان شاء الله هبدا فيها مع حضراتكم هشتغل عندي في الفراخ المسلوقة وعملها بتبلتي وتمت تمام، وبعد كده هسيبها عندي في التلاجة تتشمع كويس، وبعد كده هبدأ أحمرها على الزيت الغزير، مش هيبقى معايا أي مشكلة خالص. دي حاجة. الحاجة التانية هبدأ أشتغل فيها التركي أو الفراخ اللي عملها زي الطاجن بالصوص الأبيض بطريقة تكون سهل حضراتكم، مفيهاش برضو صعوبة خالص. أول شيء عندي بجيب عندي كده بسم الله بونة فاضية، وابدأ أعمل فيها التتبيلة بتاعتي اللي أنا همشي عليها البانيه بتاعي أو الفراخ الكريسبي. بجيب عندي المضرب واجيب عندي مثلا نقول كوبايتين لبن او كوبايه لبن عفوا كده، ماشي الكلام ده رقم واحد. واثنين عدد بيض. دايما مادام جبنا سيره البيض يبقى لازم فلفل اسمر، لازم عشان الزفاره. حلو الكلام. حبه فلفل اسمر كده اهو مع حبه ملح، عايز دلع شويه الصوص بتاعي او التتبيله بتاعتي. لو عندي توم باودر وبصل باودر لا مانع، وابدا اقلب كويس قوي. تمام، انا كده عملت اول خطوه في البانيه بعد السلق زي ما اتفقنا عشان خاطر اكون مأمن نفسي وتمام التمام. الفراخ عندي دي اول مرحله مسلوقه نص سلقه او ثلاث ارباع تسويه ما عنديش مانع. رقم اثنين عندي الدقيق، اي نوع دقيق بيحبه. رقم ثلاثه هو الاخير الكورن فليكس او الفيجيتار او البقسماط او الذره الاصفر من عند العطار. ده كله موجود معايا مفيش اي مشكله خالص. اول حاجه بجيب عندي مثلا الدبوس ده زي ما حضراتكم شايفين، وابدا اعديه عندي في الدقيق بالشكل ده كده، وكله يبقى دقيق اهو، وابدا انفضه كويس من الدقيق، وابدا احط عندي في البيض واللبن واصفي كويس واعدي عندي على الفيجيتار. هعمل ايه؟ هخلي كله لا اما فيجيتار لا اما كورن فليكس، وابدا اعمل كده فيبقى عندي اللي باين كورن فليكس على شكل دبوس اهو، واعمل كده. بس انا عايز اجيب حاجه اكبر عشان اعمل فيها اللي انا عايزه كله. ثانيه واحده، انا برضو لازم هكون مع حضراتكم بكل وضوح عشان نبقى تمام. ماشي كده كده اهو كده، وده خليني اطلع فيه اهو. انا عارف ان في مشكله عندكم في الكنترول عشان انا كده، بس انا ممكن اعمل لكم كده واضح كده كده، وابدا هعمل كده واخليه يطلع بره بالشكل ده. ماشي الكلام. تعال نكمل بقى. ادي الصدر نفس الموضوع، اقطع على اثنين. حلو الكلام. واعدي عندي على البيض واللبن مع الملح والفلفل طبعا زي ما اتفقنا، واعدي على البيجيتار واكمل كويس جدا، واخلي البقسماط بتاعي او كورن فليكس يكون ماسك كويس قوي. انا كده مش محتاج حاجه بس غير التحمير، جزء بسيط جدا نحمر بيه الفراخ كده، وابدا
خلي الدقيق الاول هو يبقى عامل اساسي عندي في اول حاجه، وهعدي بعد كده بالدقيق بعديه البيض واللبن، واصفي كويس جدا وابدا اخش عندي على الفيجيتار اهو. الموضوع ما فيهوش اي صعوبه غير بس ان انا بركب دي على دي، بلاقي في الاخر النتيجه اللي انا محتاجها بشكل يكون سهل. كريسبي طبعا هو افضل شيء في الموضوع، لان احنا بناكل الفراخ دي عشان هي كريسبي، مش بناكلها عشان خاطر هي فراخ، احنا عارفين ده كويس قوي، فاحنا لازم نعملها مظبوط وصح. ناس ممكن تشيل العظم اهو في ايديا هنا، انا سالق فممكن اشيل العظمه دي مش عايزها، ماشي الكلام، وابدا اعمل كده. دي حته فراخ مسلوقه واعديها عندي كده، والناحيه الثانيه وابدا اعمل كده اهو. والافضل لما نيجي نشتغل في الحاجات دي نشتغل بايد واحده، اهي دي ايد ما فيهاش حاجه، والايد الثانيه ببدا برده يعني اشتغل بيها عادي، ولكن الافضل اني ما اعكش بايديا الاثنين بصراحه، يعني تحس ان الموضوع فيه هرجله قويه جدا، واحده واحده عشان برده ما يبقاش الموضوع فيه زحمه في اول الطبقه، ونفس الموضوع واحنا بنلمها فنقعد ننظف كتير، فيبقى الموضوع عندنا حاسين ان احنا عملنا مجهود بسبب فرخ ومواعين كتير ونقلب الدنيا وبتاع، لا عايزين نتعود عليها بشكل بسيط كده. حلو الكلام. طبعا بعد ما اعمل العمليه دي واخلص كل حاجه، ممكن مثلا الجناح ده انا مش عايزه، بعمل كده واخد عندي الفراخ، ممكن دي لا كده، وممكن الاجنحه طبعا اكيد، بس انا بنقي الحاجه اللي هي تبقى سهله لحضراتكم. نفس الموضوع كده، واطلع والفراخ برضو كده، دي مقطوعه يبقى انا اخد بالي شويه منها عشان انا عايز اخليها تبقى ثابته اهو كده، اكيد مش هرميها يعني كده. واخر حته الدقيق كده كويس، ويعمل كده اصفي كويس ويعمل كده وتمام خلاص كده انا تمام. هعمل كده واشيل بقى الحاجات دي خلاص، بس هعمل حركه قبل ما ادخل الفريزر عشان برضو اي حاجه شايف ان انا ما خدتش حقها في الفيجيتار اللي عندي او في البقسماط يبقى انا برضو تم التمام. هاجي بقى عندي كيس فيجيتار مثلا كده، وابدا هعمل كده على الوش. ممكن نعمل كيس كمان، ممكن عندي سبايسي لو حبيت يكون حار سنه كده تمام، وادخل الفريزر لمده ربع ساعه نص ساعه تشمع اكتر، اجي هنا يكون الزيت عندي سخن، هنشوف الموضوع ماشي ازاي. تعال ندخلها الفريزر كده ونسيبها ماشي الكلام. دي اول حاجه، انا حاولت على قد ما اقدر ما اعملش كده ولا كده، بس يعني زي ما انتم عارفين الدقيق والبقسماط لازم يتنضف بعديه على طول كده، وبعد كده نبدا نخش في الطبق الثاني. الطبق الثاني بقى ايه؟ الطبق الثاني هعمل صدر الديك الرومي بشكل بسيط، و او صدر الفراخ بصوص الكريمه مع الخضروات، بس طبعا لازم ناخد بالنا شويه من تسويتنا كل حاجه، اكيد مش هساوي كله زي بعضه، واكيد مش هخلي كله نفس التسويه، الفلفل الالوان متقطع مكعبات، الزيتون عندي متقطع مكعبات، البقدونس اي حاجه متقطعه صغيره جدا الا اكبر منها شويه برده مكعب، بس كبير شويه اللي هيكون عندي الفراخ. الفراخ دايما عارفين كالعاده انا بحب ابدا ابهرها كويس، بديها عندي حبه ملح كده مش كتير عشان كده هظبط الامور برده، حبه فلفل اسمر حلو الكلام، وحبه بهارات فراخ، وعندي حبه كمان فلفل احمر بالشطه طبعا ماشي الكلام، ودي عندي معلقه واحده ليمون، معلقه واحده بص قد ايه اهي مش كتير، وحبه زيت عشان لما انزل ابقى برده مش ناشفه معايا، اجيب حبه كمان هنا على النار السخنه او الحله السخنه وابدا اقلب دول كويس جدا كده، شكل الفراخ باين معايا ان هو حلو، يبقى اكيد الريحه
هتبقى احلى. هو ده المطلوب بصراحه، ان انا اعمل الحاجات دي بالذات تكون طعم كويس، مش خاطر اولادنا ياكلوها، عشان خاطر اي حد في الدنيا ياكل حاجه بنفس. تمام، يبقى عندي معلقه قبل ما اشتغل عشان اكون جاهز للتقليب. حلو الكلام، وابدا انزل كده على طول. الصدمه دي هتفرق معايا كتير قوي في اللون اللي انا محتاجه. هوريك الصدمه واطلعك بس صبرك كده اهو. هنا في ريحه بتطلع من البهارات بتاعتي، لو انا مش حاسس البهارات دي انا واثق من اللي بقوله اني مش هقدر هشم الريحه دي كويس، احس ان في حاجه غلط. ايه هي؟ ما اعرفش، ولكن كلنا عارفين انا بتكلم على ايه. ريحه الزفاره، يعني ما فيهاش حاجه يعني مستخبيه لحضراتكم. اي حد يخش يجيب دلوقتي صدر فرخه او ورك فرخه او فراخ او لحمه ويحطها على زيت كده ويبدا يشوحها من غير حاجه خالص، هتلاقي الريحه مش هو ده اللي انت عايزه. فالافضل ان اديها حبه بهارات، اقل حاجه عندي في المطبخ وابسط شيء حبه فلفل اسمر وحبه ملح. انا هطلع الفاصل، بعد الفاصل نشوف اخبار الفراخ بالصوص الابيض عامله ايه. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا مشوحين الفراخ او التركي، انا عمال اقول فراخ على فكره وهي تركي، معلش، بس هي شكل الفراخ طبعا زي ما انتم شايفين اللحم الابيض بيبان من ايه بقى؟ من الانسجه. بص الانسجه يا استاذ شفيق قد ايه، دي انسجه التركي. فطبعا التشويحه هنا ليها تست عالي جدا، مع كمان معلقه ثوم حلوه كده بالزيت بتاعها، اكيد الموضوع رايح في حته كويسه قوي. هعمل ايه؟ كم جاهز عندي بصلايه حلوه كبيره اقطعها مكعبات تتشوح بسرعه. على فكره حلقه النهارده هتلاحظوا كمان ان هي ما فيهاش وقت كتير، لان الاكل سريع جدا، والمقصود منها ان احنا ممكن نخش اي مطبخ في اي مكان في اي حته ده لحضراتكم طبعا، طول ما المقادير جاهزه تك تك تك، الموضوع ما فيهوش صعوبه ولا في اي حاجه صعبه خالص لحضراتكم. هبدا بس كده ان انا اشوحها مره واتنين البصل، احط عندي كل المقادير بتاعتي، واحط الكريمه اللباني غلوتين وشكرا. السلطه السلطه عندي حبه بطاطس مسلوقين نص سلقه. الموضوع النهارده يعني بسيط قوي، البصل بدا يتشوح، حلو الكلام، هدلعها شويه بمعلقتين زبده اللي عندي كده، وبرده مش دلع بس، دلع عشان خاطر كمان لما احط الكريمه اللباني تطرب معايا. تعال نبص على الزيت نشوف اخباره ايه، لو سخن نبدا نجيب اللي في الفريزر نبدا نسوي على طول. بقلب مع الزبده مع التركي، الثوم حطينا خلاص، يبقى فاضل عندي الفلفل الالوان، فاضل عندي ريحان، فاضل عندي كمان البسله، ده كله هتحط على طول. بس الاول نشوح الجزء الكبير من الحاجات اللي ممكن تاخد وقت في التسويه. مش مطلوب مني ان انا اسوي الجزر او الـ 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 الفلفل الالوان او البطاطس، اي خضار مش مطلوب مني عامه وانا بشتغل بيه ان اسويه ولدن. ولدن ده في تسويه لحمه فيها عظم، فيها لا فيها دم، فيها مش عارف ايه، ده عايز يستوي كويس قوي. لكن الخضار لازم ناكله في سنه كده عشان نقدر يعني نستفيد بيه، ده رقم واحد. رقم اتنين يبقى حتى شكله حلو، ما يبقاش مهري او مفروم من التقليب ومن التسويه او من الغليان. فدي بس ملحوظه انا بحب اشتغل فيها على طول كده. هنا كده خلاص هبدا انزل عندي تشكيله الفلفل الالوان اللي عندي، تقليبه حلوه. اول ما احس ان خلاص خدت السوتيه كويس، اخر مرحله عندي هنزل بيها هي البسله وحبه بقدونس او الريحان. شوف الزيت تمام، هبدا اجيب عندي الفراخ عشان احمرها. خلينا نعمل تيست الاول قبل ما ننزل بالكميه، نعمل كده تمام، نعمل كده واحنا ورزقنا بقى، يعني مش شرط تكون كل حاجه بنقولها تطلع صح، ونحاول نفضي شويه من التتبيله عشان ما تبقاش مبهدله شويه عند الزيت كده، كفايه عشان ما نخليش كله عادي، ونسيبها شويه كده وما نخليهاش تقلب كتير. طيب تعالى نرجع للتركي، معلقه دقيق واحده يعني تمشي معايا، وانا مش عايز احط الدقيق عندي ما عنديش منها خالص، انا اهم شيء عندي ان انا اعمل صوص يكون كويس ما فيهوش صعوبه عندي. تمام، هو انا مش شايف قدامي دقيق، فانا ممكن احط دقيق، بس انا قشطه انا هعملها عادي جدا من غير دقيق.
كريمه لباني. كده هنحط طبعا حبه ميه صغيرين، بس لما اسوي الكريمه اللباني واحس ان خلاص بدات تغلي غلوتين هبدا احط عليها حبه ميه عشان ازود الصوص بتاعي. نحط عليها دقيقتين كده، مش هتلاقوها فيها صعوبه. عند السلطه هنشتغل فيها على طول برده مع حضراتكم، بس نبص بصه على اللي بتحمر. تمام، سيبها زي ما هي كده. السلطه بتاعتي هعمل لها تتبيله على السريع، مضرب رقم واحد عندي زيت زيتون، ماشي الكلام، عندي ليمون، وابدا اضربهم الاول مع بعض. بعمل دريسنج ما فيهوش صعوبه خالص، معلقه ثوم، بالزيت بتاعها برده ما عنديش مانع اهي، مش كتير. دايما السلطات ما بقاش فيها انواع كتير من الثوم بالزيت. حبه ريحان، واقلبهم كويس جدا. ملح كمان حبه، بسيط قوي، من فلفل اسمر او ابيض، مش كتير بس يديني طعم. قلب كويس جدا السلطه كده، الصوص بدا يبقى شكله غريب من تقليب كتير، ماشي الكلام. طيب عندك ايه بقى تاني؟ عندي فلفل الوان قطع مكعبات صغيره، عندي بصل احمر ايطالي كده، عندي ورق الكزبره، ورق الكزبره من غير عيدان، واقلب بروح عشان ما اخليش عندي ورق الكزبره يبقى تقيل او يتضرب كتير، ماشي الكلام. وكمان عندي حبه زيتون، والبطاطس في الاخر نص سلقه. تقليبه حلوه، خلينا نبص بصه. تمام، ماشي الكلام، سيبها زي ما هي. تقليبه للسلطه بتاعتي، نسبه مظبوطه، المقادير سهله جدا، اي حد في الدنيا ممكن يخش يعمل الكلام ده. في واحده وقعت، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كده ايه، حرام، فلازم نشيلها عشان ما ندوش. خلاص الحمد لله، دي كده خلاص السلطه دي خلصت. دي تتحط على الغرف على طول، وعليها حبه الحلال على الوش، وممكن ورق كزبره كجرنش مع ليمون، مش اكتر من كده. هنا الكريمه اللباني، خلينا نبص عليها اهو، اللي قلت لحضراتكم عليه حصل، تقلت الكريمه وهو ده المطلوب. قبل ما اطلعك فصل بس حط حبه المرقه دول، حبه الميه عفوا، عشان يبقى باين. بص الكريمه عامله ازاي يا استاذنا، اهو كده بس. اللي دق الكريمه معايا هو معلقه الدقيق لو كانت موجوده، او معلقه الزبده، او لو الكريمه نوعها نضيف وتتقل معايا لوحدها، اهو كده. هنبهرها بحبه ملح، ماشي الكلام، وحبه فلفل ابيض، ممكن بلاش نحط كمون، خلينا نعمل كده زي ما احنا عشان يبقى الموضوع معايا تمام. غلوتين ونطلع على طول، ما دام اهم شيء انا سويت حاجتي. البسله طبعا دلوقتي نحط لها برده الحن، ان الكريمه بتحب الريحان والجبنه. انا هشوف عندي كمان في الفاصل في التلاجة، لو لقيت عندي جبنه شيدر او جبنه برمجان هيبقى الموضوع افضل وافضل. زي ما حضراتكم شايفين هنا الكريسبي بيتحمر، ومش عايز اقلب فيه كتير عشان يبقى عندي باللون اللي حضراتكم شايفينه ده. تعالى اطلع فاصل ثم نواصل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب احنا كنا بنتكلم على الفراخ المقرمشه، كنا بنتكلم على بقيه الاكل بتاع النهارده. خلاص الاكل خلص، فراخ زي ما حضراتكم شايفين ما فيهاش يعني حكايه، ما فيهاش موضوع كبير، غير بس
ان انا بهتم شويه بنقطه تركيبه السلق في البدايه. عايز اكل فراخ تكون مستويه يا جماعه، عايز اكل الفراخ تكون كده يعني زي ما حضراتكم شايفين، تكون جوسي من جوه شويه بس مستويه، ما تكونش يعني حاسس ان هي شكلها حلو قوي ومن جوه وحشه. احنا بنسميها في اللغه بتاعتنا فيك، او اللي هي مصنوعه كده بشكل جمالي. الصوص هنا زي ما حضراتكم شايفين هو ده المطلوب يكون بالنسبه دي، نغرفه حالا مع حضراتكم. السلطه عندي جاهزه كده، فاضل عندي بقيه بس الفراخ تستوي ويبقى خلاص خلصنا الموضوع. الجبنه جاهزه اهي، بس الجبنه نحطها في الاواخر. ماشي الكلام. تعالى بقى نحضر طبق حلو كده نطلع فيه التركي. ماشي الكلام، خلينا نطلع احسن في طبق يكون اكبر. ماشي، جروا اطباق غريبه كده شويه بس اكيد بتبقى شكلها حلو على الكاميرا، وهو ده المطلوب ان انا اوري حضراتكم الحاجه بشكل يكون حلو. ممكن احط طبق ابيض بس انا شايف ان ده كريمه، فالابيض مع الابيض ملائكي شويه، هيبقى افضل لو احنا عملنا العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. قوام الصوص اللي انا عايزه، خضار زي ما هو جاهز ما فيهوش حاجه مهريه ولا حاجه مفرومه زي ما احنا قلنا. عندي في الاخر حبه الجبنه البرمجان او الجبنه الرومي على الوش كده، ماشي الكلام. وحبه الكزبره، ورق الكزبره زي ما اتفقنا، نحط في النص برده كده، ونجيب عندنا حبه الرحال. ماشي الكلام. ده اول طبق لحضراتكم على المائده، التركي او الصدور الديك الرومي بالصوص الابيض، والفراخ هنا خلاص برده. بس كده ساعات الكريمه بتطلع من البيتها بتطير. تعال نطلع السلطه بالمره عقبال ما نخلص بقيه الحاجه. انا السلطه عايز اغرفها لحضراتكم بشكل يكون حلو برضو، عشان السلطه دايما بتبقى هي الطبق الاساسي او الطبق الاولاني زي ما بيقول كده. ريحة الليمون مع زيت الزيتون ورق الكزبرة عامل شغل عالي قوي. هي السلطة المفروض بتتغرف بالإيد على فكرة، بس في كلابز، لأن السلطة الطبيعي بتاعها مش غرف على قد ما هي في دريسنج فيها، فلازم يكون شارب من كل حاجة من الخضار كده. تحط في الآخر اللي باقي، وبتيجي في الاخر تعمل كده بس كده. ماشي الكلام. ده صفى. ماشي الكلام يا استاذنا. ونديها برضو لو حبينا حبه جبنه برمجان، بتمشي معايا في كل الاحوال، مع كمان قصيد من الكزبره المفروم، وممكن لو عايزين نحط ريحان ما عنديش مانع نحط على الوش، هم الحبه اللي فاضل لي يعني. ونطلع على طول على المائده. انت طيب وانا طيب انا كمان. الفراخ الكريسبي تحط لازم على مناديل، عشان انا بصراحه ما بحبش تركيبه التحمير والغرف على طول، في زيوت والزيوت دي مش ظريفه او مش حلوه عامه ان احنا ناكل فراخ فيها زيت كتير من القلايه او من غير القلايه. هنجيب طبق على السريع برده ونطلع فيه الفراخ المقرمشه. انا دايما بحب بعد ما احط
الفراخ في حاجه تبقى تنشف شويه الزيت، بس بحب احط برده حبه بقدونس على كزبره كده مش هيخسروني شيء في ارضيه الطبق عشان نمتص شويه الدهون. دايما حتى حبايبنا الكبكبيه بيعملوا كده عشان نمتص الدهون النازله من على الشوايه حتى لو كانت ايه، بتفرق كتير قوي. ادي الفراخ اللي احنا حمرناها بحضراتكم، فراخ الكريسبي او الكرانشي حسب المسميات اللي نمشيها اهي. اهم شيء الحاجه ما تبقاش شكلها حلو وخلاص، لا انا عايز الحاجه تكون شكلها حلو والحاجه تتاكل وما تتسابش، يعني ما يبقاش فيها اعاده تشغيل تاني. دي فرخه يعني، الموضوع مش قصه يعني. انا والله بحب على البانيه او على اي حاجه الجبنه، فاحط عليها جبنه. ويا سلام بقى لو في وقت كنت دخلتها الفرن ودلعتها اكتر، ما عنديش مانع، تطلع على طول على المائده لحضراتكم. الموضوع النهارده زي ما اتفقنا بدايه الحلقه سريعه جدا وبسيطه، يمكن اتكلمنا اكتر ما اشتغلنا، بس هي المقادير كده وهو اللي موجود في البيت عندنا كده، نقدر نطلع منه اكتر من كده. يعني النهارده كانت حلقتنا مع حضراتكم الفراخ المحمره او الكريسبي او ان كان اسمها ايه حسب ما نحبه، مع كمان سلطه البطاطس مفيده جدا لاولادنا، وكمان معانا التركي بالكريمه مع البسله. دي كانت حلقتنا، حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.